السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. Welcome guys. مرحبا. Hope you guys are having a wonderful time. We've kind of changed the background a bit color. What do you guys think of the new background color? Well, not, it's not going to be news. We're going to, I think we'll just, we don't want people to get bored of the same colors, yeah. So we kind of keep it a bit interesting, keep it a bit modern as well. Yeah. Because we know the use of some modern Maulvi, so you know. And Hamza's Leicester, so you know we've got to keep Leicester standards. Hamza is so like, modern. What kind of didn't show Leicester his camera. Blues in it? Is it Leicester Blues? Sorry? Is Leicester, Leicester Blues? Is it, I have no idea. What's their football kit? It's blue, isn't it? Oh yeah, oh yeah, yeah, it's blue. Yeah, so we've got a bit of purple there. All right, so welcome guys. Hope you guys have had a wonderful week. Inshallah, we're gonna have some amazing guests today, inshallah, speaking Arabic. As usual, guys, my name is Yaqut Zaman. And with me, I have your names for some reason are not showing. And maybe that's because, you know, ikhlas, sincerity, mashallah, and all that stuff. Yeah, but here are the names and my name as well, a bit too much ikhlas as well. Let me just bring my name into it as well. I don't know why my name, I have to keep typing my name out. Yeah, there it is. All right, so, right. Again, if you guys want to have a go, then you guys can simply just email on the email that's going to show on the bottom of the screen, inshallah ta'ala. Right, so without any further ado, let's start, inshallah. So, ahlan wa sahlan, marhaban ila hadhihi al-halaqa. Inshallah, al-yawm sayashtarik ma'ana ba'd al-ahbab. Minhum man arafna min qabl, wa minhum man lam na'rif. ولكن إن شاء الله سنستفيد من المكالمة والمحادثة معهم باللغة العربية وكما نحن يعني دائما نقول بأننا نريد أن نحيي محبة اللغة العربية بين الناس وكذلك أثناء هذا نريد أن نمارس المحادثة باللغة العربية ونصبح يعني ونريد أن العربية تصبح لنا كالنفس إن شاء الله. فطيب ف يعني كنا الأسبوع الماضي كان عندنا بعض المشاكل مع الخط لكن هذا الأسبوع إن شاء الله سيستمر الأمور وسيمشي الأمور يعني إن شاء الله بلا أي مشكلة ولكن يعني الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فنعم أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا أحبابنا. اليوم الضيف الأول إن شاء الله الذين كان من معنا من قبل هو الأخ زعيم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا الأخ زعيم، ما شاء الله، كيف حالك؟ خير الحمد لله، وكيف حالكم؟ الحمد لله الحمد لله. الأمور طيبة عندنا الحمد لله. يعني لا أدري كيف الحال عند يوسف وحمزة، يعني ماذا تقولان؟ الحمد لله العافية كما هو العادة. العافية يعني هذا اسم المرأة، الله أكبر. كيف كان يومكم كيف كان يومكم؟ نعم يوسف، كيف كان يومك؟ مشغول جدا في العمل الآن، يعني في هذا الوقت الناس، كثير من الناس هم يشترين الأماكن والبيوت، وهذا يعني من عملي، فكنت مشغول جدا جدا الحمد لله. سبحان الله سبحان الله، يعني تعمل ليلا ونهارا. نعم سبحان الله. لا بس نهارا فقط. حامل الناس. ما شاء الله، اجتهد مجتهد. ما شاء الله مجتهد. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ف يشترك معنا ان شاء الله الضيف عرفان قريشي، الدكتور عرفان قريشي، الأخ ما شاء الله كان يدرس عندنا ما شاء الله، وهو من يعني من المشايخ ال ساتن كولدفيلديين، يعني ما شاء الله، ويعني كنت أراه دائما عندما كنت ألقي محاضرات في الجمعة هناك. فتفضل معنا الأخ الدكتور عرفان، وعرفنا عن نفسك ورحلتك بالعربية. ما شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تسمعوني يا أحباب؟
نسمعكم ونحبكم أيضا. تفضل. ما شاء الله بارك الله. جزاك خير يا أنت تشجعوني كالعادة. أحب هذا أسلوب. فمعذرتي إذا كان يعني أحيانا أختي يعني لابد هناك الخطأ، لكن نحن نمارس اللغة. فأنت يعني أنا مندهش، أنت بدأت بي أن أتكلم برحلتي. لو تعطيني فرصة. الأمور يبدأ من مكان إن شاء الله، كل شيء يبدأ من مكان ما. جزاك الله خيرا. بالنسبة رحلتي إلى هذه اللغة التي أنا أحبها، فأنا أبدأ بالقصيدة لا تلومني فيها. أنا لا أهوى سواها، لست وحدي افتديها، كلنا اليوم فداها. هذه اللغة هي حبيبتي. نزلت في كل نفس، نزلت في كل نفس وتمشت في دماها، وبها الأم تغنت، وبها الوالد فاها، وبها الفن تجلى، وبها العلم تباها. ف الحق علينا من هذه اللغة أن نتباهى بها. يقال المجتمع عنده مشاكل، اتصال ضعيف، الذي يهتم ب لكن المجتمع لا يحكم بلغته بهويته، كما نرى اليوم يعني من غير ناطقين بهذه اللغة. وأكيد هناك كثيرا من العلماء العرب يتقنون هذه اللغة جيدة، ولكن هناك كثير من العجم يتقنون هذه اللغة بالطلاق. لماذا أنا أحببت أن أشارك في برنامجكم؟ السبب أنا دائما أرى فيديوهات وفيلوغ من شيخ، فلاحظت هذا شيء جديد، وكان هذا في ذهني منذ فترة، كيف نمارس هذه اللغة. فوجدت فرصة أمامي في بيتي، كوجدت فرصة كنت أدرس في معهد الصفة. هذا كان المعهد قريب من بيتي، كان يستغرق حوالي ربع ساعة إلى وصولي إلى هذه المعهد، واستمتعت كثير بالتدريس هذه اللغة. دعونا أنا أتكلم كيف بدأت بهذه اللغة. فأنا كنت شابا مثلكم، ولم أتخيل كيف يحاول مسيري من الهند إلى
مدينة طائف أول مرة ذهبت إليها في عام 1986 لعمل كطبيب أطفال هناك. وخلال ولاحظت خلال الفترة الوجيزة أحببت هذه اللغة وهي أحببتني, جذبتني هذه اللغة. فأنا خلال يعني 3 أو 4 أشهر كنت أتكلم العامية, وبدأت يعني خلال 6 شهور أتكلم اللغة العامية مع المرضى. لكن أذكر أنا ذاك الوقت كنت أبحث كتبا, أبحث برامج, كنت أبحث مدرسا كي يعلمني هذه اللغة. لكن كما تعرفون ما كان متوفر في تلك الأيام, مثلا كما عندنا إنترنت, وكنت في مدينة طائف ما كان هناك برامج للغير العرب أو غير ناطقين بها للتدريس هذه اللغة. فعندما حولت إلى رياض كنت أعمل في مستشفى الجامعي في جامعة ملك السعود بالرياض, وهناك كان مستشفى ملك خالد الجامعي, كنت عامل طبيب أطفال أيضا. فكان في فترة المساء كان عندهم برنامج لغير ناطقين بهذه اللغة, وكثيرا من الأشخاص عدة القونسليات كان يدرسون اللغة هناك. فبدأت حقيقة بدأت الفصحى هناك في ملك سعود. لكن ثم انتقلت إلى إنجلترا حوالي 20 قبل 20, فانفصل مني الدراسة. لكن كنت متحمس وبهذه كان معي كتبا والأشياء كنت أدرس نفس. وكما تعرفون يعني الوضع صعب للأطباء, خصوصا إذا كان طبيب في مجال الأطفال. فهذا كان متعب جدا. لكن حوالي 8 سنوات قبل 8 سنوات فرصة, ومن 5 تركت العمل مناوبات في الليل. فتركت المناوبات في الليل ووجدت فرصة. يعني أول كنت أعمل في أيام العطلة والأيام, ما كنت أدري هذا. وجدت فراغ في عطلة السبوع ووجدت فراغ في البرنامج هنا في دار جامعة برمنغهام, كان يدرسون بالعربية.
ودرست معهم واستمتعت الحمد لله. ثم صدفة ذهبت إلى الصفة يعني لا بأس بها، فدخلت في الصف، لكن صديقي بعد كم شهر ترك الدراسة، لكن استمررت مع الدراسة واستأنفت حتى يعني الفصل الأخير، والحمد لله. فالآن أنا يعني وصلت إلى مقام أعرف قيمتها، قيمة هذه اللغة وحقيقتها، ولابد من ممارسة. أحيانا أفكر، كنت مع بدوين في الطائف، وأنا كنت أزور الناس في الصحراء، وكنت أجالس كثير من البدوين ونأكل العنب، هذا العنب مشهور في الطائف. وأذكر كيف يعبرون كلامهم بالكلمات مخصوصة دي، مثلا. فحتى الآن أنا أفكر كثيرا من التعبيرات منهم يساعدني لفهم هذه اللغة. فجزاكم الله خيرا، وهذا ما أنا أقول. وأنا أراكم تسمعون ولا تسمعون تسمعون ولا أدري ولا أدري كم من لا أدري كم من معجبين يتابعون حتى الآن، فهذا الشاشة لا يبين يبيني كم من متابعين. يا شيخ يعني رحلتك يعني تفيدنا يعني معلومات كثيرة جدا عن كيف يعني بدأت الرحلة من بلاد الهند حتى انتقلت إلى يعني سعودية ثم إلى هنا، وكيف يعني بتجربتك يعني وجدت أن اللغة العربية هي من يعني أهم الأمور التي يعني تحاول أن تجتهد لحصولها. فإن بارك الله في علمك وفي رحلتك. معنا الحمد لله ضيف آخر أيضا، سنرجع إن شاء الله إلى الأخ إرفان إن شاء الله، لكن معنا الضيف آخر أبا عبد الله من السعودية وأصله من بريطانيا. فتفضل يا أبا عبد الله، عرفنا نفسك ورحلتك مع العربية. السلام عليكم. هل صوتي مسموع؟ واضح. نعم الحمد لله. الحمد لله. تسمعوني؟ نعم. طيب. واضح جدا. جميل. طيب ابدا من الجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك. طيب نعم، ايش كان السؤال؟ نعم، السؤال كان كيف كان رحلتك مع العربيه، كيف بدات والى اين وصلت الان؟ طيب انا يعني الان يعني في اربعينات بدأت أدرس اللغة العربية، وكنت 20 سنة، كان عمري 20 سنة. بدأت أدرسها في بريطانيا، كان وجدت كتاب، كنت أريد أقرأ القرآن مباشرة، ما كنت يعني مقنع أن الترجمة ممكن يكون صحيح، كنت شخص
شكاك كثير، فأجبرت نفسي بشرط إما أدرس وأعرف اللغة العربية أو أترك الدين، وكان الشرط شوية غبي، لكن لكن هذا هو كان هذه كانت هي بدايتي. ف يعني وجدت كتاب برنامج اسمه كان جميل access to Quranic Arabic، درستها بنفسي، كنت في شغل كحارس في الليل، وهذا شجعني كثيرا. وبعدين بدأت أدرس، إيش أدرس؟ درست بعض الكتب في النحو، وبعد ذلك درست، حاولت أدرس يعني كتب مدينة بوكس، لكن ما عجبتني. وبعدين يعني وجدت كتاب يعني هذا مشهور، سلسلة العربية بين يديك، وكملت الكتاب الأول والثاني في بريطانيا والثالث في مصر. رحت إلى مصر أولا، قبل هذا رحت إلى ذهبت إلى، معليش أنا أحيانا أستعمل يعني لهجة سعودية أو العامية. جميل جميل جميل. فأنا يعني أسوي يعني الخلاط يعني أنا أسوي يعني الخلاط بين يعني اللهجات ويعني اللغة العربية الفصحى، يعني عادة يعني لغة تكون يعني مثلا 80% من الفصحى والباقي من اللهجات. المهم جميل. فرحت إلى رحت للمغرب كي يعني أجلس مع الناس، ورحت إلى بالتحديد إلى مراكش إلى فاس. كان هناك مركز لغوي اسمه سنتر أمريكا، مركز أمريكي، التحقت بها، جلست بس أسبوعين والنصف، وكانت دراسة ضعيفة وغالية، تركتها بسرعة ورحت إلى مصر. جلست 4 شهور وكان يعني قرار يعني ممتاز، يعني طبعا مصريون مولودين لتعليم اللغة العربية. وهذا كان يعني بعض الأشياء من البداية. وبعدين يعني رحت جئت المملكة العربية السعودية، بدأت أستعمل اللغة كوسيلة التواصل، وهذا جعلتني يعني أتقن لغتي، وقرأت كثير، ويعني أنا سويت علاقات كثيرة مع العرب. ولما نتكلم من القلب فهذا التعبير، هذه هي يعني تطوير اللغة، لما نتكلم من القلب لأجل العلاقات، وهذا شوية من البدايات. نعم حلوين. نعم، ثم ماذا، كيف وصلت إلى ما أنت فيه الآن؟ الآن أنا بس أقرأ كثيرا، وحتى يعني أدرس، أنا مدرس لغة إنجليزية، حتى المبتدئين في لغة إنجليزية لازم أعلمهم من اللغة العربية، أشرح يعني القواعد الإنجليزية بالإعراب بالنحو والتصريف وكذا، فهذا يعني جعلني يعني أتقن اللغة العربية أكثر، وأقرأ كثيرا، يعني هناك نقاشات كثيرة بيني وبين يعني أصدقائي العرب، وهذا هو يعني وأيضا يعني أنا أقرأ تفسير كثير، وأقرأ دائما أجدد وراجع يعني مفهومي في القرآن ونص القرآن، وأدرس الآن، ما زلت أقرأ القصص القصيرة، يعني تعليمي في اللغة العربية ما زالت ضعيفة، أنا ما زلت ضعيف، ولازم يعني أتقن يعني مفردات كثيرة
مهارة الاستماع، وهذا ما أفعل الحين في هذا الوقت. ما شاء الله، جميل جميل. يعني نحن يعني أنا حقيقة يعني استمتعت كثيرا من رحلتك، كأني أشعر كأني معك في رحلتك إلى مصر ثم إلى المغرب وثم عودتك إلى السعودية. ولكن عندي سؤال، لا أدري البقية الإخوة ممكن عندهم أسئلة أيضا، لأنك يعني الآن حاليا تعيش بين العرب. وسؤال الذي عندي، أني عندما كنت زرت السعودية وكنت وجدت أن هؤلاء الذين يعني يعملون في الدكاكين أو في التاكسي، يعني الذين يعني مولودين في السعودية منذ زمان، ولو سواء كانوا يعني مهاجرين أصلا أم مواطنين، وجدت أنهم كانوا يعني لا يستطيعون أن يفهمون الفصحى يعني صحيحة. ممكن يعني الطريقة التي كنت أستخدم في النطق يعني كان شوي غريب عندهم. لا لا يعني هنا تفضل أكمل. لا كيف معليش. كيف يعني كيف وجدت يعني التجربة معهم، يعني كيف تحادث معهم؟ طيب هذه مشكلة، هذه الكارثة كبيرة في المهاجرين إلى هذه البلدان، علشان أو لأنهم يعني يعيشون هنا يعني عشرين عشرات سنين لكن ما أحد يعلمهم اللغة العربية. فهم يعني في اللغة يعني أربعة أصناف أو ثلاثة أصناف، في يعني اللغة أصلية، وفي pidgin language، وفي يسمى كريول. فهم جعلوا اللغة العربية زي البيجن لانجوج. ايش الفرق يعني في لينغويستكس؟ في فرق. ايش الفرق يعني البيجن لانجوج يستعملون بعض التعابير من اللغة بس للتواصل، بعض التعابير هذه بيجن لانجوج. هذول هؤلاء في المهاجرين هم يستعملون اللغة العربية زي مثل بيجن لانجوج. اوكي، ولما الشعب او الناس يحطون قواعد في بيجن لانجوج، فهذا يصير اللغة مستقلة او كريول لانجوج. اوكي، فالبيجن لانجوج او لغة الحمامة تصير وتحول الى يعني لغة جديدة او لغة يعني كريول. هذا هو يعني حقيقة. فهؤلاء ما زالوا في مستوى لغة الحمامة، فلا بس هم يستعملون يعني اللغة بس للتواصل الأساسي، فوق هذا لا تهمهم اللغة، عرفت؟ فهذول وهؤلاء لا يقدرون اللغة أولا، وأهل الاستضافة لا يعلمهم اللغة. والمشكلة شوي معقد، الناس لا يقدرون اللغة العربية. المشكلة ليست في النطق أو التلفظ، المشكلة وأيضا هم ما عندهم وقت يدرسون اللغة العربية، لأن ما عندهم يعني بريك في الشغل، يعني عندهم يدرسون أو يشتغلون طوال الليل والنهار، متى يدرسون؟ عرف؟ وأيضا الراتب ضعيف عندهم. فهذه بعض الشروحات في الوضع. يبدو أن الضيوف في هذا الأسبوع كانت رحلاتهم في دراسة اللغة هي حرفية، لكن رحلتي في تعلم هذه اللغة هي مجازية إلى حد كبير، لكن رحلاتكم من بلدي كذا إلى بلدي كذا إلى بلدي كذا شيء من الروعة. ما شاء الله. يعني هذه يعني أظن هذه يعني فائدة كبيرة لمثل هذا البرنامج وهذه الحلقة، لأننا يعني بدون هذا أظن لا يستطيع كثير من الناس أن يجتمعوا على هذا الشكل ويتحدثوا بينهم ويمارسوا اللغة العربية.
ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الله يفتح يعني الأبواب لمن يعني جد واجتهد في هذه السبيل. لكن الشيء الذي يعني يعجبني بالنسبة للشيخ الأخ عبد الله وكذلك الأخ إرفان أنهم يعني حصلوا اللغة العربية بطريقة غير معتادة يعني كما نحن اعتدنا، لأني أنا بنفسي كنت سافرت إلى باكستان ودرست لغة العربية في باكستان، وكان هناك يعني البيئة كانت مصنوعة، نحن يعني صنعنا بأنفسنا بيئة، لكن هذه البيئة لم تكن بيئة يعني أصلية، يعني لم تكن بيئة طبيعية. فهناك أنا وجدت يعني هناك إذا كان أحد درس لغة العربية من بيئة طبيعية وجدت أنه يعني يشتاق أكثر إلى يعني تعلم اللغة العربية بشكل آخر، والذي يدرسه بالتقاليد المشهورة عندنا فإنه يعني يركز كثيرا على فهم النصوص، فهم يعني القواعد والنصوص، وإذا سمعتم إلى لغته تجد أنه يتكلم كأنه يقرأ من يعني تكست بوك، يعني لغته لغة التكستية المنصوصة الفقهية وال نعم مثل هذا. فلا أدري يعني ممكن تجدوا هذا أيضا. نعم، هل عندكم شيء الأخ زعيم هل تريد تسأل؟ أظن الأخ الفان عنده سؤال أيضا، لكن قبل أن نتوجه إلى الأخ الفان تفضل أخ زعيم. نعم، أفكر عندي سؤال لدكتور إرفان. أنت تتلو أفن تقرأ قصيدة في البداية كلامك، وهل تكتب هذه قصيدة بنفسك؟ لا ما فهمت، لو سمحت كرر السؤال. هذه القصيدة متوفرة على الإنترنت، هذه لا تلومني في هواها، أنا لا أهوى سواها، لست وحدي افتديها، كلنا اليوم فداها. هذه القصيدة متوفرة في الإنترنت. ممكن زعيم قرأت منذ أنا متزوج. إذا كنت متزوج فإنما يأتي اليوم الخاص عندك، نعم ممكن تقرأ هذه القصيدة لها، هي تظن أنك يعني أنشأت هذا بنفسك. فما شاء الله، أول مرة سمعت هذه القصيدة من دكتور أحمد العشري، لو أنتم تبحثون عنه في موقع الإنترنت أو على اليوتيوب، دكتور أحمد العشري هو أستاذ في اللغة العربية في القاهرة، ويهتم كثير بالفصحى، وحتى هو يعني مع زوجته يتحدث بالفصحى فقط. فأنا إن شاء الله أعلق تعليقا عنه في هذه. وسمعت أستاذا هندي زرته هو في أبوظبي العام الماضي في نفس الوقت نوفمبر، أنا كنت في أبوظبي، اسمه أبو أنيس لقمان، فهو قريب كان قريب من مدينتي في الهند، فزرته وهو يتحدث بالطلاقة، يعني لا تتخيل يعني كيف شخص أجنبي يتحدث بهذه الطلاقة، لكن هذا الشيء تعرفون هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فهو يقول لا، لو شتمتني بالفصحى لا أحب إلي من أن تمدحني بالعامية، لو شتمتني بالفصحى لكان أحب إلي من أن تمدحني بالعامية. وأيضا يقول اكسر عظامي ولا تكسر المنسوب. طيب أنا عندي سؤال لأبو عبد الله،
لأبي عبد الله. السؤال الأول، هل استرجعت الثمن الذي أنت دفعته في مركز المركز المغربي الأمريكي؟ أبدا، لا لا لا. أو تركت؟ لا لا لا، دفعته وكملت الدراسة. الاسترجاع غير ممنوع. يعني ممنوع، يعني ما نقدر. نعم. لكن أنت خرجت من البرنامج بعد أسبوعين. نعم. كان برنامج صيفي، فكملته وطلع. يعني أحياناً هذه أشياء متصنعة. يعني مو حقيقية. ما في شيء، ما في فائدة يعني الحقيقية. هذا البرنامج أعتقد هذا للدارسين من أمريكا. فكثير من الناس يسافرون من أمريكا، ومن أكثر منهم غير مسلمين يدرسون اللغة. فأنا لاحظت التكليف كان يعني فوق اللزوم. والسؤال الثاني، يا أبو عبد الله، كم لك أنت في السعودية الآن؟ هنا منذ 5 سنوات. ما شاء الله، بارك الله فيك. فهناك البيئة، إما أنت في مصر، أو في السعودية، البيئة هذه شيء مهم جدا، لأنك ترى تقرأ لوحات وتقرأ كتب وتقرأ كل شيء وتتكلم مع السائق التاكسي وكل شيء، أنت تمارس اللغة يوميا. فهناك مجال أن تسرع في التدريس يعني خلال الوقت القليل. البيئة لا يعني في الحقيقة البيئة لا تفيد كثيرا، بس عندي بعض الأصدقاء أتكلم معهم اللغة العربية، ممكن صديقين، عرفت؟ والطلاب. أما الخارج، سائقو التاكسي هم يتكلمون لغة أردو، وصاحب الدكاكين هم يتكلمون أردو. لا حتى فلا نقدر يعني لا نستطيع أن نتكلم مع الناس في مطاعم أو في محلات أو في السيارات باللغة العربية، لأنهم لا يعرفون إلا لغة الأردو. وأيضا في المدرسة أكثر المدرسين هم من الغرب، فالوضع ليس كذا. وأيضا في مصر كان الناس، أنا لما رحت إلى مصر رحت، كان الناس يتكلمون عامية، وكان العامية في هذا الوقت وعاميتي ضعيفة جدا. أنا ما كنت أركز في الفصحى، وبعدما شوية يعني تحسنت في الفصحى بدأت أتعود على العامية. فالبيئة لا تفيدني كثيرا، بس لازم قراءة وبعض الأصدقاء، وهذا بس بسبب الأصدقاء، بس خاصة صديق واحد أنا أكلمه، أنا أتكلم معه يوميا يعني 4-3 ساعات متوالية، عرفت؟ فهذا تجعلني يعني أتكلم. فنعم. لا عفوا، عندي سؤال لو سمحت. سؤال يعني أنا يعني فيما طلعت عليه من يعني المقالات التي كتبها بعض المتخصصين في مجال تعلم وتعليم اللغة العربية، يعني ليس تعليم اللغة العربية خاصة، لكن يعني اللغة العامة، يعني يقولون أن الذي يعني تعود أن يتكلم مع أحد اللغة، المشكلة أنه يعني يضيق على نفسه استخدام يعني الكلمات. مثلا هناك أحد مثلا يتكلم مع صديق أو مع 5 أصدقاء، فيعني دائرة كلماته وتعبيراته ستضيق، لأنه سيستخدم نفس العبارات ونفس يعني كلمات
ويقول تقريبا الإنسان يستخدم تقريبا في اليوم ما لا يزيد على تقريبا 500 كلمة. أحسن. نعم. فيعني سؤال يعني عندي يعني كيف وجدت يعني هذا هناك؟ يعني إذا كنت تتكلم مع صديق يعني 3 ساعات كذا، فهل حاولت أن تستخدم كلمات جديدة معه أو يعني تركته طبيعيا؟ طيب سؤال جميل جدا، وأنت يعني الحق معك. يعني لو ندرس linguistics نجد أي لغة، أي لغة لما نتكلم كلغة التواصل لا نستعمل إلا فقط يعني 500 كلمة فقط الكلام للنقاش، بس نستعمل أقل من 500. أما القراءة نحتاج إلى 2000 كلمة أو أكثر، والاستماع نفس الشيء، لكن الكلام ما نستعمل كلمات كثيرة، وهذا موجود في كل اللغة، عرفت؟ فنحن نجدد نفس الكلمات، عرفت؟ فهذا هو يعني الوضع في الكلام، وهذا شيء طبيعي. واحيانا نعم عفوا. فهل تحاول ان تزيد كلمات جديده في المحادثه مع الاخ؟ اكيد اكيد، يعني اكيد يعني انا كيف يعني اطور نفسي في هذا؟ اقرا شيئين او 3 اشياء. اشتريت كوميكس مكتوب بالعامية او بالفصحى، لان نجد النصوص الكلامية مختلفة عن النصوص التأليفية، لأن النصوص الكلامية نجد الكلام التواصل حتى بالفصحى والعامية، أما النصوص التأليفية هذا فقط للقراءة، لا نتكلم بها بهذه التعبيرات والجمل. فهذا يعني جعلتني يعني استعمل اللغة بشكل طبيعي. ثانيا مسرحيات أو plays، نجد بعض plays أو مسرحيات نجدها مكتوبة بالإنجليزي والعربي نفس الصفحة، يعني صفحتين صفحية المترجم. نجد الفصحى مكتوبة بطريقة النقاش بين الشخصين، أوكي؟ فهذا يعني شيء ثاني. شيء الأخير استمع الى الكتب او القصص الصوتيه، يعني قصه كان مكتوبه ولاحقا واحد سجلها بالصوت، فاستمع اليه، لان نجد ان الكلام في القصص كلام النقاش مو كلام العلمي او كتابي. فهذه 3 اشياء يعني جعلني يعني استعمل اللغه العربيه بطريقه التواصل. عن الشيء الاول ذكرته هذا أخي. المكتبه الجرير. نعم نعم. عن الشيء الاول تكلمت عن المصوره، تفضل يا شيخ عرفان. لا استنى، أنا كنت بس أضيف مكتبة الجرير عندهم كتب صوتية مجانا، فأنتم إذا بحثتم على موقع المكتبة الجرير، هو أعتقد من الرياض، عندهم كتب صوتية وكثير منهم مجانا، فأنا دائما أستمع هذه الكتب. أنا أجد الكتب الصوتية موجودة في يوتيوب، يعني بس أكتبوا الكتب الصوتية ونجد يعني سبحان الله يعني في التسجيلات متاحة جميلة بطريقة نعم نظرات الراوي موقع الراوي أيضا، بس هو ثمنه غالي، لكن موقع الراوي هو من الشيخ محمد المكتوم، هو من دبي، عندهم موقع جيدة، وعلى يوتيوب نجد كثير من الكتب صوتية وكثير منهم مجانا. جميل. لكن الفرق بين نفرق بين الكتب الصوتية الكتاب مثلا
يعني تفسير قرطبي، هذا فيها في هذا موجود أيضا ككتاب صوت، لكن هذا لا ينفع للكلام، لازم نستمع القصص الصوتية لأن نجد نعم اللغة نعم في القصص الصوتية، هو كلها قصص، اللغة كلها قصص التواصلية. نعم نعم كلها نعم قصص. أنا وافق مع الأخ أبي عبد الله، أنا نفسي وجدت هذا أيضا، يعني أنا أحيانا أسمع يعني 3 ساعات متواصلة يعني كتاب واحد، لكن يعني التعبيرات والكلمات والجمل المستخدمة فيها يعني ليست يعني شيء الذي تجدها يعني بين الناس. والشيء الذي وجدته حاليا يعني مفيد جدا هو البودكاست، هناك بعض البودكاست بالعربية، يعني هناك تجد يعني الذين المضيف أو المضيفين يعني عندما يتكلمان عن شيء تجدهم يستخدمون كلمات تعبيرات يعني عامية، لكنها ليست عامية غريبة بنسبتنا، هي عامية يعني يستطيع أحد أن يفهم يعني المراد منها. يا أبا عبد الله، ذكرت من قبل أنك تقرأ القصص المصورة كوميكس، ولكن هذه القصص هل هي أصلية في العربية أم هي المترجمة؟ الاثنين. نعم، مثل مارفل كوميكس ودي سي كوميكس، مثل هذه الأشياء. أنا وجدت يعني عادة أنا الآن أركز في كوميكس مكتوبة باللهجة السعودية، لأن اللهجة السعودية أقرب لهجة إلى الفصحى، يعني فأجد يعني أسوي، ما أدري لو أن تعرفون الهندسة، ولكن في الفكرة في الهندسة تسمى ريفيرس إنجينيرينج، فأنا أعود نفسي بالعامية ثم أرجع إلى الفصحى، استعمل نفس الطريقة بس لكن هذا الآن اللي ما أركز، ولكن في هناك يعني كوميكس مكتوبة باللغة العربية الفصحى، لأنني أنا يعني طورت يعني قدر ما استطعت في الفصحى، بس أنا أريد أتقن نفسي في لغة التواصل، ومو الكوميكس مكتوبة باللهجة السعودية ليست كثيرة، مثلا في لهجة المصرية نجد كثيرة أشياء كثيرة مكتوبة في لهجتهم، لكن لهجتهم شوية أو قليلة يعني أبعد من الفصحى. هل لك أي توصيات في هذه القصص المصورة التي هي في لغة السعودية؟ بس الكتاب حقيقي بس موجود، أما كتاب يعني إلكترونية ما أعتقد موجود. هاتي بعض الأمثلة، عفواً هاتي لنا بعض الأمثلة. نعم. يعني بعض الكلمات العامية تجدها كثيرا، يعني تستخدمها كثيرا في اليوم. أوكي. مثلا أنا أقرأ عليك بعض الأشياء. هدول بمعنى هؤلاء الناس. هؤلاء الناس يعني هم يخففون بعض الكلمات، هم يختارون بعض الكلمات الخفيفة على اللسان ويترك، يعني مثلا الذي كل العرب يقولون اللي، ها الرجل اللي هنا ما يقولون الذي، واللي للمرأة للرجل للجمع للمثنى للمفرد، ويسهلون أشياء كثيرة، هدول اللي إيش ليش علشان يعني بسبب. فإذا تقارن بين علشان وبسبب، إيش الأخف على اللسان؟ علشان. نعم، جميل جميل. طيب هدول عرفنا هذا الآن. هدول يعني نعم هدول يعني هؤلاء. أيضا إيش ثاني؟ إيش يعني إيش؟ ما أقول ماذا، أقول إيش. إذا تقارن إيش وماذا، إيش أخف على اللسان؟ إيش عرف. و
نعم بعض الأشياء يعني أجدها أنا كما قلت يعني نعم هناك يعني كان عندنا يعني أخ يدرس معنا كان من أصلهم باكستاني لكن هو ولد في مدينة منورة كان يعني يتكلم كثيرا عامية يعني أنا يعني كنت أسمع منه دائما يقول هذه الكلمة يقول شو اسمه نعم تعرف إيش معنى أنا قلت له يا الله إيش معنى شو اسمه ثم قال لا شو اسمه اي شيء اسمه ماذا اسمه طيب يعني واتس ات يعني بالترجمه واتس ات واتس اتس نيم واتس يعني ليترالي واتس اتس نيم شو اسمه عجيب والسعوديين يقول يرددون كلمه شو اسمه وانا حتى انا يعني واتس اتس نيم شو اسمه وسمعت من بعض المصريين هم يقولون بشمهندس او هكذا بش مهندس او بش مهندس او هكذا شيء انا لا لست متاكد مش مهندس ليس يعني هم يستعملون مش ليس مهندس يعني مش يعني ايضا ما يستعملون ليس يقولون كلمتين يقولون مش او مو او مش بمعنى ليس انا مو أنا مو راضي يعني أنا لست راضي وما في تصريف عرفت وسؤال آخر يعني للأخ أبي عبد الله يعني هناك هل عندما يعني تتكلم مع الناس هل تجد نفسك تميل إلى الفصحى أكثر أم إلى العامية في يعني لا انا يعني درست يعني وما اكملت لكن درست ما زلت اكمل ماسترز في لينغويستكس يعني وجدت في لينغويستكس لما البشر او انسان يتكلم لما يكتب بالفصحى في اي لغه لما يقرا بالفصحى لكن لما يتكلم عادي والطبيعي هو يخالط بين الفصحى والعاميه هذه البحوث تدل على هذه وأنا أجد نفسي ما أنا ما أستطيع يعني أستعمل العامية كما هي ولكن أخالطها بين الفصحى وهذا ما أفعل ما شاء الله أنا والله استمتعت كثير جدا يعني أنا لو تستطيع أن ترجع الأسبوع الآتي إن شاء الله للحلقة القادمة يعني يكون إن شاء الله أحاول بس هذا الوقت المتأخر الآن في السعودية الساعة 2 في الصباح لكن أنا ذهبت إلى الجيم سويت بعض اللياقة وبعدين رحت اسم اللياقة أنا اللياقة اللياقة تعرف ما معنى اللياقة اللياقة يعني فيتنس أنا كنت ذهبت إلى فلسطين نعم. وكنت في مسجد الأقصى فجاءني أحد لأنه هناك الناس يعني أنا وجدت شيء عجيب الذين يعني يسكنون في 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 فلسطين يعني بسبب أنهم يعني ما اختلطوا مع غيرهم من العرب لأنهم ال يعني هؤلاء الإسرائيليون لا يسمحون لهم بالخروج إلا يعني قليلا فيعني لغتهم يعني منحسرة يعني لغتهم يعني قد جرى منذ زمان يعني لا تتغير كثيرا فكنت يعني أتكلم مع الناس هناك وكان هناك ولد قال لي ما اسمك أنا قلت اسمي لياقت قال لياقت هذا اسم باكستاني قال لا أصله من عربية لكن باكستان يعني يحاول يعني غيروا بعض يعني كلمات وينطقونها بقط لياقت بدل لياقة قال لياقة ما شاء الله فما نادى أصدقائه تعال تعال تعرف اسمه هذا اسمه لياقة فأنا ظننت يعني هؤلاء يمكن يحجمون علي أو شيء لا أدري قال لا نحن نذهب للجيم وعندما نرفع الحديد هل تعرف شيخ اللياقة تعرف هنا في هنا أو هنا في السعودية في الفروع كثيرة مشهورة اسمها وقت اللياقة هذا النادي للحديد والآن أيضا نحن في وقت اللياقة مع الشيخ لياقة الله الله
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا شكرا. نعم ما شاء الله الان يعني حان وقت الانتهاء ان شاء الله، فنشكر الضيوف بارك الله فيكم ما شاء الله استمتع بحضوركم ما شاء الله. انا والله يعني اكرمتمونا بحضوركم، جزاكم الله خير، اجد مثل مثلكم يعني شيء يفرح القلب. انا بنفسي كما انتم ايضا يعني انا كان عندي يوم طويل جدا في شغل، ولكن عندما اجد مثل هذه الفرصه يعني يريح قلبي الحمد لله. فشكرا ثانيا لحضوركم، والمستمعون والمشاهدون المشاهدات شكرا لحضوركم ايضا. هناك اس خان كتب شيء يعني ما شاء الله يعني هذا الذي انا يعني شجعني على يعني يعني هذا يعني المشروع، وهو اني اريد يعني في بريطانيا وفي غيرها من الاماكن ان يحيي أو أن نحيي في قلوب الناس أهمية اللغة العربية، ولو كنا لا نستطيع أن نجيد العربية بأنفسنا، لكن لو يعني لو 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 لو, لو شجعنا أحد هناك سواء كان من الرجال أو النساء أن يعني يمارس اللغة العربية في مناطقهم، فهذا الشيء الذي يعني أسعد به الحمد لله. يعني الشيء الذي الوحيد عندنا هي لغة القرآن، ولازم على كل مسلم أن يفتخر يعني بهذه اللغة الجميلة وفيها يعني فوائد كثيرة. يعني وهناك يعني قول ابن تيمية رحمه الله يعني قد قرأته في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال يعني تعلم اللغة يعني يزيد الإنسان عقلا وأدبا وخلقا. نعم هكذا يعني تقريبا يقول. يعني أنا تعجبت كيف يعني اللغة يعني تزيد الإنسان عقلا، كيف يعني. فعندما بدأت يعني أدقق نظري في الكتب وأقرأ يعني ما كتب العلماء وأسمع إلى محاضراتهم، وجدت يعني والله يعني اللغة لها يعني أثر كبير جدا في يعني صياغة يعني عقل الإنسان ووجهة نظره أيضا إلى نفسه وإلى العالم. فشكرا لحضوركم، وإن شاء الله نود أن نراكم مرة أخرى إن شاء الله، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم شيخ الأخ حمزة، جزاكم الله خير. سهلا يعني كيف وجدت يعني الضيوف اليوم، كيف وجدت الكلام معهم اليوم؟ وجدت الكلام اليوم مختلفا كثيرا من الأسابيع السافلة، لأن الضيوف اليوم كان يتعلمان اللغة في بلاد العربية ورحلاتهم ورحلاتهم هي كانت مختلفة جدا من رحلتي نفسي ورحلات الضيوف الأسابيع السافلة. نعم هذا أيضا أنا وجدت ما شاء الله أنا استمتعت كثير جدا من من الأخ عرفان وكذلك من أخ عبد الله، ومثل هذا يعني يعني عندما أتكلم مع مثل هؤلاء أنا خلال الأسبوع يعني دائما أفكر كيف أقول هذا، يعني أعيد النظر هكذا وجدت نفسي وجدت هذا، أنا أعيد النظر وأقول يعني سبحان الله، يعني أنا قلت هذا يا الله، يعني يعني أندم يعني ليتني قلت مثل هذا الكلام لكن هذا شيء جميل. يعني عندما تجد في نفسك الخطأ وتجد في نفسك يعني النقص، يعني الإنسان بنفسه يحاول أن يعني يحسن نطقه أو يتقن يعني فهمه باللغة العربية. فما شاء الله يعني بارك الله لحول الضيوف. فهل هناك أي وصية توصي يا حمزة؟ وصيتي في هذا الأسبوع هو
تسافر لتعلم اللغة العربية. تسافر فالأخ اليوم ليس في هذا الوقت بعد الإغلاق. بعد الإغلاق نعم نعم ممكن ممكن نفعل هكذا نعم في المستقبل بعد ما ينتهي هذا أمر الكوفيد كورونا. نعم. ممكن نسافر يعني نسوي يعني نصنع فلوج نعم نعم في بلد عربي ونتكلم مع الناس ويعني يعني يستمتع حول المشاهدون والمشاهدات أيضا إن شاء الله. طيب هل هناك أي نصيحة أخيرة تريد أن تلقي لهؤلاء بالنسبة لتعلم اللغة العربية ممكن استفدتها خلال هذا الأسبوع؟ خلال هذا الأسبوع هو نفس الفكرة ذكرتها يا شيخ، هو أنك في الأسبوع إذا كان في التكلم في تكلمكم في لغتكم الأمية ففكروا كيف أقولها في اللغة العربية، وهذا وسيلة جيدة في نفسي. نعم ما شاء الله هذا يعني جميل جدا. شكرا شكرا شكرا. ونصيحتي هي هذا الأسبوع يعني حاول أن لا يمضي يوما إلا وأنت قد يعني كتبت شيئا بالعربية، يعني حاول أن لا يمضي يوما إلا وقد كتبت شيئا بالعربية. يعني هذا يعني أنا يعني حقيقة وجدت هذا شيء مهم جدا في يعني معرفة الإنسان يعني درجته في هذه الرحلة، يعني أين وصل في هذه الرحلة. قد يعني قد يعتقد الإنسان أن عربيته جيدة جدا جميلة، ولكن عندما يتكلم مع غيره فيجد أن فيه نقص. نعم ولكن نعم. إذا كتب نعم. شيء يعني ذهنه كذلك يعني يحاول أن يعني يركز على شيء. طيب okay guys جزاكم الله خير. Thank you very much for watching. As usual our podcast is only for an hour. This podcast is only for an hour. So anyone who is interested in joining so because we don't want to put too many people on at one time because then not everyone gets enough time to speak. But alhamdulillah today we had three amazing guests, although Zaim didn't really get much chance to speak as he did last week. But alhamdulillah we did manage to listen to Brother Abu Abdullah and also Brother Irfan, alhamdulillah. So if any of you guys are interested in trying your Arabic out, even if for a little while, then the email is on the screen. Yeah, so this is the email. So just send an email here, and then when next week, when the time comes, you'll have a link that's sent to you, and then you can join via that link. And it's something which, like I always say, that look, if we can leave a legacy behind, if we can leave something behind, I think the best thing that we can leave behind is that we encourage people to do something good. And learning the Arabic language is one of the best things, you know, that you can ever do, because it will always bring you closer to Allah. And the learning the Arabic language is definitely 100%. If you're Muslim, it will always bring you closer to Allah. So, Jazakum Allah khair, mashallah. S Khan has written something very nice. I just want to read it out. Remember, if you guys want to write something in Arabic and try your Arabic, even if it's like broken legs and broken arms and broken neck Arabic, it doesn't really matter. The main thing is that you're trying and, you know, you're kind of like motivating other people as well. So S Khan says, من حلقة الأولى أراد شدا أن أتخذ تعليم العربية بجدية ثم بدأت الدروس من يوتيوب الذين يتعلمون بالكتب العربية بين يديك. كنت طالب النحو من 3 سنوات فما وجدت المفردات عسرا لي الحمد لله ما شاء الله. And بعد ذلك ليس علم لي أن أذهب إلى النهاية. لو إن شاء الله يكون هذه الرحلة بخير ويسر. أخبرني من أخطائي بهؤلاء الجمل. ليس في خطأ. نعم هناك أخطاء موجود، ولكن يعني look, one of the things that we have to remember, this is something I learned from someone, is a lot of the times when we teach Arabic, the biggest problem that we have is that we point out too many mistakes in people's Arabic, and then they lose confidence. So
if you keep on saying, oh, you didn't say the mubtada right, or you didn't say this word properly, or you should have said this, if you keep on doing that, what tends to happen is that's not a natural way of learning like a language. Where kids, if you notice with kids, what happens with kids is, kids, you don't point out their mistakes. And in fact, parents love it when children make mistakes, because that's like the nice way of, you know, cute way of kind of learning. I'm not saying your Arabics are all cute. What I'm saying is that just don't think that your mistakes have to be pointed out all the time. Just try your best, make mistakes, and you know, you will really enjoy it, because what will happen is you're going to break that kind of shyness, that shyness barrier when it comes to language, and you'll just say all you have to say, and you'll feel confident in speaking. So don't worry about making mistakes. Yeah, we all make mistakes, but alhamdulillah, the main thing is do you feel that you feel like 1 degree more confident than you did earlier before you wrote that sentence? Just think about that, or you said that sentence. If you feel more confident, like, I mean, Hamza, how much did I try to get you onto this podcast? Yeah. Trust me, I was like gonna start doing Salat al-Istisqa and Tahajjud and all these istikhara and everything to try and get you on. But I knew it's just a matter of push. Once you push someone, yeah, they start to kind of break through those kind of like those barriers of shyness, and then eventually, you know, you become behaya. You become behaya in Arabic. That's what we want. Yeah, no modesty in Arabic is the best. This is the best modesty. Yeah. So alhamdulillah, jazakum Allah khair. So can actually. Zaim's still here. Let's just ask Zaim. Zaim. Assalamu alaikum. Yeah. Wa alaikum assalam. So what do you say about what I just said there? Do you agree? I completely agree. I think that is the only way. And obviously, like the guests today, like their levels and the time they've spent, it was much higher than mine. But what I found as well is the same thing. You just have to keep trying, keep making mistakes, and just, you know, but the main thing is, like, you need to find something to do with the language on a daily basis, because once a week, or, you know, once is not enough. You need, especially like what Abu Abdullah said about, like, his friend. The 4 or 5 hours, subhanAllah, I don't know where you can find these sort of friends, but 4 or 5 hours per day, conversations, subhanAllah. If you find that, that's brilliant. Alhamdulillah, that'll sort you out. Yeah, definitely. I totally agree. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Is there any nasiha you want to give the viewers about anything like this week that you kind of like, that's come to your mind about Arabic? Nasiha, again, it's they have to people have to, like, you know, just put some time aside and then stick to it religiously. Like, that time is for Arabic, and try and, like, divide that time up into, like, listening, reading, and, you know, trying to speak with yourself or something of that sort. But that time per day, if they stick to it religiously, inshallah, it should help. So, alhamdulillah, guys. So jazakallah khair. I will hopefully see you guys next week, Zaim, inshallah. Love to see you as well, inshallah. And do you guys like, in the corner, I've made that little logo? Yeah, I was going to mention. Allahu Akbar. Yeah. I know the liaqa coming out, the waqt al liaqa. You know what? That Arabic. That's made me feel proud. Did you make it yourself? I made it myself. Allahu Akbar. I'm not going to boast. Yeah. I'm not going to boast about how good I am making these things. All right, guys. Take care, inshallah. Assalamu alaikum.